تحية طيبة وأهلا بكم. للتو خرجت من الاستوديو، كنا على الهواء مباشرة لحساب برنامج زوايا الملاعب على شاشة قناة عدن الفضائية. كان ضيوفي مدرب منتخبنا الوطني للشباب الكابتن محمد حسن البعداني، وكذلك مدرب منتخبنا الوطني للناشئين الكابتن سامر فضل، وأيضا رئيس اتحاد التايكوندو بفرع حضرموت. تحدثنا في تفاصيل كثيرة ومهمة، ومن أبرز ما قاله مدرب منتخبنا الوطني للشباب الكابتن محمد حسن البعداني الذي يستعد لمواجهة المنتخب السعودي الشقيق يوم غد الاثنين في مباراة ودية، استعدادا لتصفيات آسيا للشباب. طبعا ستكون آخر مباراة كما قال الكابتن محمد حسن البعداني قبل انطلاق البطولة وقبل المنافسة، وقال البعداني بأنهم سيلعبوا مباراة واحدة فقط بحسب طلب الأشقاء في السعودية وليست مبارتين كما تحدث الاتحاد العام لكرة القدم من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. الكابتن محمد حسن البعداني قال بأن المنتخب جاهز وكل الأمور المتعلقة بالجوانب الفنية البدنية التكتيكية وكذلك التكنيكية، اللاعبين أصبحوا في الوقت الراهن جاهزين. وقال بأنه يعني إصابة الكابتن عبد الله الدقيم قلب دفاع منتخبنا الوطني لا تشكل يعني خطورة أو نقص على المنتخب، بل أن البدلاء اللي موجودين سواء في مركز الكابتن عبد الله الدقيم أو غيره من المراكز جاهزين بنفس جهوزية اللاعبين الأساسيين. وقال أنا عندي الآن فريق جاهز للمنافسة ومتكامل، سواء الفريق الأساسي أو حتى الاحتياط، الجميع بنفس الأداء وبنفس المستوى. وقال بأنه سيدخل المنافسة وهم عينهم على خطف بطاقة التأهل، وأنهم سيذهبوا بعيدا في هذه البطولة إلى نهائية آسيا، ويطمحوا أيضا للوصول إلى كأس العالم. أما فيما يتعلق بمدرب منتخبنا الوطني الناشئ الكابتن سامر فضل، تحدث بثقة كبيرة جدا بأن اللاعبين اللي موجودين معه في الوقت الراهن يراهن عليهم، وأنهم سيستطيعون خطف بطاقة التأهل على مستوى المجموعة وأيضا المنافسة على كأس آسيا والذهاب إلى كأس العالم. وقال بأن المنتخب الذي موجودين معهم، اللاعبين الذي موجودين معهم في الوقت الراهن، هم خيرة الشباب اللي أو خيرة الناشئين اللي موجودين في البلد في الوقت الراهن. قال إنه سيتم استدعاء بعض اللاعبين من محافظة إب وكذلك من صنعاء وغيرها، سيستدعي 2 إلى 3 لاعبين سيجربهم خلال 20 اليوم الذي في المعسكر الداخلي الذي سينطلق في صنعاء خلال الأيام الجاية. وإن شاف إنه هؤلاء 2 أو 3 اللاعبين سيكونوا أفضل من الذي هم موجودين معه في التشكيلة، فبلا شك سيعتمد عليهم وسيذهب بهم إلى المعسكر الخارجي وكذلك المنافسة هناك في فيتنام. قال الكابتن سامر فضل أنه عمل دراسة متكاملة للخصوم مع المجموعة التي سيلعب معها، وأنه يثق ثقة تامة بأن لاعبين منتخبنا هم الأفضل، وأنهم سيخطفوا بطاقة التأهل، وأنهم سينافسوا على كأس آسيا والذهاب إلى كأس العالم. حديث حقيقة مثل هكذا يبدر من المدربين معناه أن في ثقة كبيرة جدا بما لدينا من كوادر وأسماء سواء في منتخب الشباب أو حتى في منتخب الناشئين. وهو أيضا يؤكد بأن الجميع يعملون بجهود كبيرة وجبارة من أجل إعداد منتخب سواء للشباب أو حتى للناشئين قادر على المنافسة وحصول وحصد الألقاب. أتمنى ذلك، ومشاهدة ممتعة للحلقة بالكامل. إلى اللقاء.